في هذه الحلقة نواصل مع نفس الثنائي راديا النصراوي وحمل الهمام لمزيد الغوص في تفاصيل تاريخ. شنو هو تقييمك لتونس اليوم؟ تونس اليوم مشاكل في كل القطاعات. أنا رأيي كانت تكون أحسن من هكا برشا لو أنه جات عنا حكومة مشات في الاتجاه نتاع انها تكرس الاهداف نتاعها. شنو نربحوا احنا كي مجلس وزاري يجتمع وياخذ قرارات وما فما شيء؟ خاطر ما عندهاش سياسه تختلف على السياسه الاقتصاديه الاجتماعيه الفائته. ما تراش انه حمل همامي قاعد يحكم على الحكومه هذه من فوق الربوه؟ هو وزير شهريه والكراهب واحد. ليسانس برك 600 تيترا في الشهر. يا حلو لك يصبح هذا داره. تم محاولات الساعة نتاع دزيان البلاد، يا تكون مع النهضة يا تكون مع نيداتو. لازمنا نمنوا اللي نحن رانا قادرين نبنوا تونس جديدة وقادرين ما نخلوا حتى حد يرجع بينا ثاني. خربت يا عند حاكم التحقيق مع الفتاة اللي تم اغتصابها من طرف أعمال الأمن. تعرضت لعملية فظيعة برشا. صعيب باش مرأة تعدت عليها الأشياء هذيك، صعيب باش تنسى وصعيب باش تبرأ.